أهلين حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم بهذا الفيديو أنا راح أصور لكم شنو طلبت من أمريكا وشنو وصلني. راح أحط لكم كل شيء بصندوق الوصف تحت، وبعد حتى هذا الجاكيت اللي أنا طلبته راح أحط لكم كل تفاصيله بالفيديو. أول شيء طلبته هو هذا الجاكيت، وهو من جوسي كاتور. وايد حبيت الوانه والحركه اللي فيه، اللي هي على الشم شلون صايره. وطلبته تقريبا بسعر 40 دولار، يعني 12 دينار. يعني لو ما اخذته من الكويت بيطلع علي وايد غالي. طبعا هو خذيته من السيل سكشن بموقع جوسي كاتور مال امريكا. ثاني شيء طلبته اللي هو هذا البوك، لان انا دائما جناطي صغار فما تكفي وايد اشياء، عشان كذي عجبتني فكره البوك. وبعد يعطي شكل حيل حلو حق الجنطه لما يتعلق عليها، وحافظ على النظاره انها ما تنخدش او تتزلق بين الاغراض بالجنطه. حيل انصدمت من هذا البوك. ليش؟ لان رحت محل نظارات حيل مشهور بالكويت، كان انصدم انه ينباع هناك ب 35 دينار كويتي. رحت امازون كان اشوفه بس بست دنانير، ما ترددت اني اطلبه، على طول طلبته، لان اساسا انا كنت بشتريه ب 35 دينار. بس يعني صراحه النصب اللي صاير مو طبيعي، يعني ايش دعوه اكثر من 3 أضعاف السعر. فصراحه انصحكم تشترون هالمنتج. هذا هو الشيء الثالث اللي هو ستراب، شكله صاير كنا سكارف. طاحوا الوان شلون حلوه، حيل حلوه مع الورود وكذي، حيل حبيته. هو ينحط على الكاميرا وتتعلق الكاميرا على الرقبه، عجبني حيل حق السفر، وايد مفيد حق السفر، عشان كذي خذيته. هذه الميداليه طلبتها من امازون، حيل حبيتها، اللي هي شخصيه بل من بيوتي اند ذا بيست، شكلها مميز. وهم طلبت حق زوجي شخصيه ثانيه اللي هو شخصيته المفضله بمسلسل جيم اوف ثرونز، اللي هو جون سنو. هذه هي، فصايره اشكالهم وايد حلوه، عشان كذي يعني لما عجبتني مالتي كان اساله شنو افضل شخصيه عندك بجيم اوف ثرونز، كان يقول لي جون سنو، كان اطلبها حقه. طلبت سكارفات من امازون، وايد حلوين وراقين وينفعون حق كذا استخدام، ينفع حق الجنات وحق الشعر. طلبت كذا واحد مثل ما انتم شايفين، حقي وحق اهلي. هذا اللي معروض، اللي طالبته حقي. طبعا ما اقدر اوريكم الباجي لانهم هديه، ما اقدر افتحها. وايد ينفع كهديه لان التغليف حيل حلو. والحين اي بارت العنايه، طلبت هذا الديودرنت من امازون، المدح عليه مو طبيعي، يقولون يقشر منطقة الاندر ارم، فحبيت اجربه، واذا عجبني راح اقول لكم رايي على الانستغرام ان شاء الله. واخر شيء هذين الماسكات اللي حق الايد والاظافر، سمعت عليهم مدح، فاللي شجعني اطلبهم انهم فيهم ارغان اويل وفيهم كولاجين وفيهم فيتامين اي. انا وايد احب سوالف الماسكات والعنايه واحب اجربهم، فعشان كذي ما ترددت اني اطلبهم. راح استخدمهم كذا مره، واحط لكم رايي باكونتي بانستغرام ان شاء الله. فاللي مو ضايفني بانستغرام راح احط لكم اكونتي نهايه الفيديو، وهم راح احط لكم رابط اكونتي بصندوق الوصف، وبعد راح احط لكم رابط كل مشترياتي بصندوق الوصف. وصلنا لنهاية فيديونا لهذا اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم المنتجات اللي أنا طلبتها. وبليز لا تنسون تضغطون زر سبسكرايب على قناتي، ولا تنسون تشوفون الأسبوع الجاي بفيديو جاي إن شاء الله. وباي.